أحد العلماء قام بتجريح رجل ثم قام عالم آخر بتعديله، فما الواجب على الطلبة؟ هل يأخذوا بالجرح أم بالتعديل؟ ما ندري إيش هالجرح والتعديل. هو الرجل هذا من المحدثين من رجال السند، تجريح والجرح والتعديل هذا في رجال السند لأجل حماية الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخيل. أما التجريح اللي هو غيبة ونميمة ولا قائل من ورائه لا يجوز هذا. نعم.